التقط العلماء صورة نادرة لإعصار النار الذي ضرب غابات البرازيل، ويقول العلماء إنه من أخطر أنواع الأعاصير لأن قوته التدميرية عالية جدا ويحرق كل شيء يصادفه في طريقه. ومع أن مثل هذه الأعاصير نادرة الحدوث، إلا أن القرآن أشار إليها في قوله تعالى: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. والسؤال: من الذي أخبر النبي الكريم بمثل هذه الأعاصير في زمن لم يكن أحد على وجه الأرض يعلم شيئا عنها؟